جولة الرابعة لأبرز الأحداث الميدانية، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. النظام يقصف مخيم اليرموك ب12 برميلا متفجرا، ومئات المدنيين يفرون هاربين باتجاه الزاهرة. 15 قصف عنيف استهدف مخيم يرموك. مربع النظام الأمني بدرع المحطة في مرمى الثوار، ومراسل أورينت نيوز ينفي أخبار إعادة فتح معبر نصيب مع الأردن بشكل كامل. بعد تعرضه للقصف بالبراميل المتفجرة، كوادر المنظومة الإسعافية في مؤسسة أورينت الإنسانية يتعهدون بمتابعة عملهم. ما بهم عشرات السيارات دمرتها، ما بهم، رح ننقذ الناس حتى لو على نقالي هايك. We'll be right back.